علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام أي من ابتدأ فيه عملا من الأعمال الحسنة التي أمر الله تعالى بها ورسوله وهو امتثالهم لما أمرهم به من الصدقة وليس أنه يأتي بمخترع ومبتدع من العمل إنما المقصود بالسنة هنا في قول من سن في الإسلام سنة حسنة أي ابتدأ عملا ب. أمر هجره الناس أو ضعفوا عنه أو غفلوا عنه فبادر إليه صلوات الله فبادر إليه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بما أمر من سن في الإسلام سنة حسنة وهي كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الواجبات والمستحبات فالسنة هنا الطريقة الحسنة تشمل الواجب والمستحب من سن في الإسلام سنة حسنة بعمله ومبادرته كان له من الأجر مثل أجور من عمل بما عمل دون أن ينقص من أجورهم شيئا أي لكل أجره لكن الذي ابتدى ينال فضيلة الحث على الخير بفعله ويقابله من حث على الشر بفعله بأن عمل عملا سيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة وهي كل ما خالف به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج عما أمر به فعليه وزره اي وزر هذا الذي سنه من السوء ووزر من عمل بها اي من اقتدى به في السوء والشر دون من دون ان ينقص من اوزارهم شيئا هذا في العمل واما في الدعوه فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من عبد ابي هريره من دعا الى هدى حتى ولو لم يعمل كان له من الاجر مثل اجور من عمل بما دعا من غير ان ينقص من اجورهم شيئا